بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، عندما سئل رائد الفضاء البريطاني تيم بيك ماذا تشبه عملية المشي في الفضاء، وذلك طبعا بعد قضائه أكثر من 4 ساعات في مهمة إصلاح المركبة الفضائية التابعة لناسا، أجاب هذا الرائد: إن المشي في الفضاء يشبه تماما السباحة في الماء، ولذلك كان يشعر وكأنه يسبح في بركة ماء، وبالتالي فإنه قد تدرب لساعات طويلة في مسبح عملاق على الأرض قبل صعوده للفضاء. إن كلمة السباحة أو swimming كلمة جديدة في علم الفضاء تستعمل للتعبير عن حركة الأشياء في الفضاء والمشي والتنقل عبر الفضاء خارج الأرض، ولكن هذه الكلمة ليست جديدة على كتاب الله، حيث أنبأ القرآن عن حركة الكواكب في الفضاء واستخدم الكلمة ذاتها. قال تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون، استخدم القرآن نفس الكلمة العلمية المستخدمة في علم الفضاء اليوم. لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.